النهارده ان شاء الله هنعمل وصفه حلوه جدا. الوصفه دي بالشبه والخل، الوصفه دي بتديني درجه تفتيح حلوه جدا جدا، بالذات بقى للعرايس اللي فرحهم ان شاء الله بعد العيد. الوصفه دي جميله جدا، طبعا في عرايس كتير بتجهز بعد العيد ان شاء الله. انا عايزه اقول لك ان الوصفه دي رهيبه جدا جدا، بتزيل اي اسمرار سواء تحت الابط او كمان ما بين الفخذين، اي اسمرار في البشره. يلا تابعي معايا عشان تشوفي انا هعمل الوصفه ازاي النهارده، جميله وهتعجبك ان شاء الله بالخل والشبه. اول حاجه معايا هنا الطبق بتاعي بالشكل ده، هبدا اضيف بقى اول مكون هستخدمه معايا، وهو النشا او المايوزين او الكورن فلاور. كل اللي انا هحتاجه هي معلقه كبيره، انا طبعا هاخد معلقتين عشان دي صغيره بالشكل ده، وهبدا اضيف عليها. بصوا دي الشابة اللي احنا بنجيبها من عند العطار، وده بيكون شكلها، بس انا بقى هحتاجها تكون مطحونة. بصوا انا بجيبها مطحونة في البيت وبتبقى معايا ناعمة زي البودرة زي ما انتم شايفين كده. هاخد منها معلقة واحدة صغيرة كده، هنضيفها على معلقة النشا، وكمان هضيف معايا هنا طبعا كلنا عارفين الشوفان، بس برضو هحتاجه مطحون. عايزاكي تعملي الوصفة دي بقى وهتشوفي بقى هتدعيلي. ده الشوفان برضو بنجيبه من عند العطار وتجيبيه، ممكن تطحنيه انتي في البيت، تمام. بعد كده بقى معايا هنا الخل اللي انا بستخدمه في الاكل، لو انتي عندك الخل التفاح عادي ممكن ينفع معايا برضو. هبدأ اضيف بقى معلقتين او ثلاثة حسب القوام معايا من الخل، هبدأ اخلط واقلب بالشكل ده اهو. بنحاول ان احنا نمزج كل المكونات كلها بالشكل ده كده. انا مزجت المكونات كويس جدا، هبدأ بقى استخدمها على اي مكان في جسمي فيه اسمرار، سواء تحت الابط ما بين الفخذين الكوع الركب، اي مكان فيه اسمرار. هبدا اخد كده الماسك بتاعي وابدا افرده بقى على المكان، وهنبدا نفرده بالشكل ده بحيث ان انا افرده على المكان اللي انا عايزه اديله درجه تفتيح. طبعا الشوفان كمان تحفه جدا، يعني انت دلوقتي معاكي خلطه بصي فيها كل المكونات، تبدأي بس تفرديه كده بحركة بسيطة. لو انت هتفرديه على بشرتك كمان ينفع على الايد وتحت الابط بقى تحفة، بيزيل اي جلد وبيقشر الجلد الميت، بيشيل برضو الاسمرار اللي بيبقى موجود في البشرة. لو وظبتي بقى على الماسك ده، انا عايزاكي تسيبيه بس كده على الجسم ربع ساعة او تلت ساعة. بعد ربع ساعة او تلت ساعة بتبتدي تشطفيه وبترطبي. الترطيب بقى بيكون بحاجة جميلة قوي هقولك عليها دلوقتي. هنبدأ بقى نعمل الخلطة اللي انا هرطب بيها بعد ما اغسل المكان اللي انا عملت فيه الوصفة. معايا هنا جل الصبار اهو، او جل الالوفيرا، ده برضو بتجيبيه من عند السوبر ماركت او من العطار، او ممكن تطلعيه من الزرعة اللي احنا بنزرعها، تمام. هضيف عليه قطعة صغيرة جدا من الفازلين الطبي او اي كريم مرطب عندك انت بتستخدميه، تمام. هاخد بس ايه اهي نص معلقة فقط من الفازلين، وهبدأ اخلطهم بالشكل ده مع بعض. هخلط الفازلين مع الجل الصبار بالشكل ده، وده هيبقى الكريم اللي انت هترطبي بيه بعد ما تعملي الوصفة اللي احنا عملناها في الاول. بصوا بقى شايفين اداني القوام الكريمي والريحة تحفة جدا. ده بقى دهنيه على بشرتك وسيبيه من نص ساعة لساعة، جميل جدا، بيطري الجلد وبيرطب البشرة وبيخلي البشرة صافية جدا، كمان بيساعدك على درجة تفتيح اكتر من 3 درجات. يا رب تستفادوا بالفيديو بتاعي النهارده، الوصفه حلوه جدا عايزاكم تجربوها. ما تنسوش بقى تحطوا لي لايك وشجعوني بكومنت حلو، وانتظروني بفيديو جديد مع جي جي. كل حياتي، باي باي.